القلق من تزايد النفوذ الصيني حط بوزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين في طوكيو ضمن جولة آسيوية. أمريكا جو بايدن تسعى لإعادة تأكيد متانة العلاقات مع حلفائها الإقليميين الرئيسيين. أنتوني بلينكين ولويد أوستن حضرا للمشاركة فيما يسمى المحادثات الأمنية 2+2 مع نظيريهما، هذا في العنوان. وأما في المضمون فالمطلوب نزع سلاح كوريا الشمالية النووي بالتعاون مع الحلفاء كما قال بلينكين. نقف معا لدعم قيمنا المشتركة، هي تجعلنا أقوى بالفعل، ولكنها مهددة في أماكن عديدة مثل ميانمار أو الصين، وإن بطرق مختلفة. برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية سيكون في مقدم الموضوعات المهمة التي سيناقشها وزيرا الخارجية والدفاع مع نظرائهما في اليابان وكوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا الأسبوع. تحالفنا يمثل حجر الزاوية في مواجهة تحديات اليوم والغد والعمل معا لتبقى منطقة المحيطين الهند والهادئ حرة ومفتوحة. هذه المنطقة تحديدا ترى اليابان أن بيئتها الأمنية باتت قاسية. نتطلع لتبادل وجهات النظر معكم بشأن الشؤون الإقليمية المتعلقة على نحو أساسي بسلوك الصين في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، والنقاش في مبادرات محددة لتعزيز قدرات الردع والرد. قبل يوم واحد من وصول الوفد الأمريكي أصدرت كوريا الشمالية أول رد لها على تواصل إدارة بايدن معها. وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية نقلت عن كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الشمالي كيم جونغ أون قولها إنه على الإدارة الأمريكية الجديدة تجنب إثارة الضجة إذا أرادت السلام. وكان البيت الأبيض قد أعلن سابقا أن الإدارة الأمريكية تواصلت مع كوريا الشمالية، لكنها لن تتلقى أي رد منها حتى الآن.